تعد هذه الصفعة من أشهر الصفعات التي تم تسجيلها على الهواء مباشرة، صفعة سورية وأمام أعين مشاهدي التلفزيون ومشاهدي تلك المباراة بالتحديد. هي الصفعة التي وجهها المسؤول في اتحاد كرة القدم فاروق سرية للاعب سامر درويش، وذلك عام 1987 في دورة ألعاب المتوسط، حيث قام المسؤول السوري المذكور بملاقاة اللاعب درويش على أطراف الملعب ووجه له صفعة على وجهه أمام جمهور مختلط ما بين عربي وأوروبي وسوري وعلى الهواء مباشرة. ولم تكن المفاجأة بأنه تجرأ وأهان واحداً من أبناء جلدته أمام عيون العالم فحسب، بل إن المعتدي الحكومي موجه الصفعة وبسبب علاقته الحميمة برئيس النظام وقت ذاك حافظ الأسد لم يعاقب على فعلته أبداً ولم يخضع لأي مساءلة قانونية، بل كوفئ فيما بعد وتسلم منصب رئيس اتحاد كرة القدم، علماً أن اللاعب المذكور كان قد خرج ببطاقة حمراء من الملعب لخطأ حصل في منطقة جزاء الخصم، وكان خروجه هو العقوبة القانونية التي تفرضها اللوائح. إلا أن فاروق سرية أراد أن يشهر له بطاقة حمراء من نوع خاص فصفعه على الهواء وهو لا يزال يضع السيجارة بين أصابعه. فلا تستغرب عزيزي المشاهد من هذه الحادثة، واعلم أن في سوريا الأسد يحق للشبيح المقرب من العائلة الحاكمة ما لا يحق لغيره، فقد حول حافظ الأسد وعائلته القذرة هذا البلد إلى مزرعة كبيرة، وكانوا ينظرون للشعب السوري أنهم عبيد لديهم، مهمتهم فقط العمل في تلك المزرعة مقابل بعض الفتات الذي سيحصلون عليه بعد أن استولى حافظ الأسد وزبانيته على كامل مقدرات هذه المزرعة. فلو كان يعلم ذلك المسؤول أن اللاعب سيرد له تلك الإهانة أو أنه سيتعرض للمقاضاة لما تجرأ وصفعه تلك الصفعة، والتي استنكرها الإعلام الغربي بشدة وأكدوا أنه خرق سافر لحقوق الإنسان وللمواثيق التي ينص عليها الاتحاد الرياضي لكرة القدم. فكيف ترى تصرف هذا الشبيح مع اللاعب سامر درويش؟ شاركنا رأيك في التعليقات.